السلام عليكم، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هناخد درس جديد. الدرس بتاعي بيقول اسمه من التراث المصري. ماشي. الدرس بتاعي بيتكلم عن ايه؟ عن 3 شخصيات مصرية. الشخصيات دي عملت حاجات كتير. هنعرف مين هم دلوقتي وهنشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه. نبدأ مع بعض. من التراث المصري، أول شخصية معايا هي شخصية نجيب محفوظ. نجيب محفوظ هو روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب. من أشهر أعماله الثلاثية، وهي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. يعني إيه الكلام ده؟ نجيب محفوظ ده روائي. روائي يعني ايه؟ روائي يعني كاتب للقصص الطويلة، يعني مش قصص قصيرة صغيرة كده، ايه اللي احنا بنقراها دي، اللي هي بتكون مثلا 10 صفحات او 20 صفحة او كده نقرأها. لأ، بتكون ايه؟ بتكون كتيرة، قصص ايه طويلة مليانة صفحات ايه كتير قوي. فهي دي معنى كلمة روائي. روائي معناها كاتب القصص الطويلة. طيب، هو روائي مصري، يعني جنسيته ايه؟ هو من فين؟ هو من مصر. مصري حائز على جائزة نوبل. حائز يعني ايه؟ يعني حائز يعني حاصل. معنى حائز حاصل، يعني حصل على جائزة نوبل. جائزة نوبل دي جائزة الناس بتاخدها لما بتكون بتعمل اعمال ايه كويسة، سواء بقى في الادب او في الكيمياء او في اي مجال من المجالات. هو نجيب محفوظ اخد الجائزة دي، اللي هي جائزة نوبل في ايه؟ في الادب. الادب ده اللي هو ايه؟ اللي هي الاعمال الكتابية، زي ايه؟ الروايات وزي القصص وزي الشعر والحاجات دي كلها، هو ده الادب. طيب، من اشهر اعماله ايه؟ ايه اشهر عمل هو عمله؟ اشهر كتب هو عملها كانت ايه؟ او اشهر روايات هو عملها كانت الثلاثية. اسمها الثلاثية، اسمها ليه كده؟ علشان هي عبارة عن 3 روايات، يعني 3 قصص ايه طويلة. سماهم هم الثلاثة مع بعض، سماهم الثلاثية. دي من اشهر اعماله. طبعا دي من افضل الروايات في الادب العربي الحديث، وقلت ان رواية دي معناها قصة ايه طويلة. طيب، نشوف الشخصية التانية اللي معايا. الشخصية التانية اللي معايا هي محمود مختار. مين بقى الراجل ده؟ محمود مختار ده فنان بارع في النحت، وصاحب تمثال نهضة مصر. صنع هذا التمثال من الجرانيت، ويعد رمزا لمصر الحديثة. يعني ايه الكلام ده؟ محمود مختار ده فنان بارع في النحت. بارع معناها خدناها قبل كده، معناها ماهر. هو فنان ماهر جدا في النحت. النحت ده فن. النحت ده اللي هو ايه؟ يعني بيجيب صخر كده او مجموعة من الصخور، بيبتدي ان هو يشكلها بايديه، يعني ينحتها بايديه، يخليها ليها شكل ايه؟ زي تمثال او شكل ايه جميل. هو ده النحت. هو صاحب تمثال نهضة مصر. هو ده تمثال ايه؟ نهضة مصر. هو ده التمثال ده مصنوع من ايه؟ مصنوع من الجرانيت. الجرانيت ده اللي هو ايه؟ الجرانيت ده اللي هو نوع من انواع الصخور الصلبة. صلبة يعني قوية، يعني ايه؟ مش بتتكسر. الجرانيت زي ما قلت، معنى الجرانيت ان هي ايه؟ نوع من الصخور الصلبة. ويعد اللي هو تمثال نهضة مصر ده، اللي هو اللي احنا شايفين صورته هنا، ده رمز لمصر الحديثة. رمز يعني ايه؟ يعني اشارة او ايه؟ او علامة، يعني حاجة بيشبه فيها ايه؟ شكل مصر. هو شايف ان التمثال ده بيعبر عن ايه؟ عن مصر. طيب، يبقى احنا كده خدنا اول شخصية معايا اللي هي شخصية نجيب محفوظ، وقلت ان هو روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الادب. يعني ايه؟ قلت روائي معناها كاتب قصص طويلة، وحائز معناها حاصل. وهو اخذ او حاز على جائزة ايه؟ جائزة نوبل، واخذها في الادب. ومن اشهر اعماله هي الثلاثية. والشخصية التانية معايا هي شخصية محمود مختار، وده زي ما قلنا فنان بارع في النحت، وهو صاحب تمثال نهضة مصر. صاحب تمثال ايه؟ نهضة مصر. وهو التمثال اللي احنا شايفينه قدامنا هنا، والتمثال ده مصنوع من الجرانيت. مصنوع من ايه؟ من الجرانيت. والجرانيت ده نوع من الصخور الصلبة. وهو تمثال نهضة مصر ده يعد رمز، يعني اشارة او علامة لمصر الحديثة. طيب، بعد كده عندي
الشخصية الثالثة وهي أم كلثوم. الشخصية دي هي مين؟ مين أم كلثوم؟ طبعا كلنا عارفينها. أم كلثوم هي أفضل مغنية في العصر الحديث، ولقبها كوكب الشرق. غنت أناشيد وطنية كثيرة، ومن أغانيها مصر تتحدث عن نفسها. طيب مين بقى أم كلثوم؟ دي زي ما قلنا أفضل مغنية في العصر الحديث، يعني هي من أفضل المغنيين الموجودين في العصر الحديث بتاعنا ده. ولقبها لقبت بإيه؟ لقبت بكوكب الشرق، ده اللقب بتاعها. لقبها ده يعني اسم، يعني اسم إيه أطلق عليها؟ اسمه كوكب الشرق. غنت أناشيد وطنية كثيرة، غنت أناشيد كتيرة جدا. من ضمن أغانيها المشهورة أو من أكتر الأغاني المشهورة ليها في الأناشيد الوطنية هي مصر تتحدث عن نفسها. يبقى كده الدرس بتاعنا سهل خالص، وبيتكلم عن الثلاث شخصيات المصريين دول اللي هم مين؟ نجيب محفوظ ومحمود مختار وأم كلثوم. نشوف مع بعض اللغويات. اللغويات بتاعتي أول كلمة عندي كلمة روائي. معنى كلمة روائي كاتب قصص طويلة زي ما احنا قلنا، يبقى معنى روائي كاتب قصص طويلة. طيب معنى حائز، مين بقى في الشاطر يقول لي؟ أنا لسه قايلها من شوية. ها معنى حائز، برافو عليكم. حاصل، معنى حائز حاصل، برافو. طيب جرانيت، معنى جرانيت أنا لسه قايلها برضو. ها مين شاطر يقول لي؟ برافو عليكم. نوع من الصخور الصلبة، برافو عليكم. طيب رمز، معنى رمز ايه؟ ها مين شاطر يقول؟ انا لسه قايلاها. رمز يعني علامة او اشارة، يبقى معنى رمز علامة او اشارة، برافو عليكم. طيب لقب بقى، معنى لقب ايه؟ معنى لقب اسم مميز، يبقى معنى لقب اسم مميز. طيب نقول مع بعض كده اللغويات تاني. معنى روائي كاتب قصص طويلة، معنى حائز حاصل، معنى جرانيت نوع من الصخور الصلبة، معنى رمز علامة أو إشارة، معنى لقب اسم مميز. تعالوا نشوف بعد كده. بعد كده عندي جمع فنان. ها مين شاطر يقولي جمع فنان؟ برافو عليكم. فنانون، يبقى جمع فنان فنانون، شطار. طيب جمع تمثال، سهلة جدا جدا، خدناها قبل كده. جمع تمثال، برافو. تماثيل، جمع تمثال تماثيل، برافو عليكم. طيب جمع عصر، شاطر. جمع عصر عصور، برافو. طيب جمع لقب ايه؟ ها مين شاطر كده يفكر معايا؟ جمع لقب ألقاب، جمع لقب ايه بقى؟ جمع لقب ألقاب، برافو عليكم. طيب بعد كده تعالوا نشوف مفرد كلمة أعمال. طبعا دي سهلة جدا، مفرد أعمال، برافو عليكم. عمل، مفرد أعمال عمل. طيب مفرد روايات، ها مين شاطر يقول لي؟ مفرد روايات رواية، برافو عليكم. طيب أناشيد، دي بقى سهلة جدا جدا، أنا مش محتاجة أصلا أقولها. ها مفرد أناشيد، شطار. نشيد، مفرد أناشيد نشيد. طيب بعد كده نشوف المضاد. عندي مضاد الحديث، ها مين شاطر يقول لي؟ مضاد الحديث ها القديم، برافو عليكم. طيب مضاد أفضل يعني حاجة جميلة، مضادها إيه بقى؟ مضاد أفضل أسوأ، مضاد أفضل أسوأ، برافو. طيب مضاد تتحدث، ها حد بيتكلم، يبقى مضاد ايه المضاد بتاعه بقى؟ ها مضاد تتحدث تسكت، برافو عليكم. تعالوا كده نقول اللغويات تاني مع بعض. جمع فنان فنانون، جمع تمثال تماثيل، جمع عصر عصور، جمع لقب ألقاب، مفرد أعمال عمل، مفرد روايات رواية، مفرد أناشيد نشيد، مضاد الحديث القديم، مضاد أفضل أسوأ، مضاد تتحدث تسكت. نشوف مع بعض الأسئلة. عندي أول سؤال بيقول لك أكمل. تعالي كده نشوف مع بعض. طبعا احنا عارفين ان الإجابات بتاعتنا بنجيبها من فين؟ بنجيبها من الفقرة. طيب هنشوف كده مع بعض، نقرأ السؤال وبعد كده ندور على ايه في الفقرة على الإجابة. حصل نجيب محفوظ على جائزة نقط في الأدب. ها نجيب محفوظ حصل على جائزة ايه في الأدب؟ تعالي كده نشوف الفقرة بتاعتي. تعالي كده نقرأ مع بعض. نجيب محفوظ روائي مصري حائز على جائزة
نوبل في الأدب. يبقى نجيب محفوظ حصل على جائزة ايه؟ برافو عليك، وجائزة نوبل. شطار، يبقى حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب. السؤال بعد كده، من أشهر أعمال نجيب محفوظ ايه بقى؟ من أشهر أعمال نجيب محفوظ، تعالى كده نكمل، من أشهر أعماله الثلاثية. برافو عليك، ويبقى هاي الإجابة بتاعتي هتبقى ايه؟ من أشهر أعمال نجيب محفوظ الثلاثية. برافو عليك. بعد كده، محمود مختار فنان بارع فيه، ها فنان بارع في ايه؟ تعالى كده نشوف الفقرة، محمود مختار فنان بارع في النحت. برافو عليك، ويبقى الإجابة بتاعتي هتكون ايه؟ النحت. شطار. وصاحب تمثال، ها التمثال اللي محمود مختار عمله ده تمثال ايه؟ اسمه ايه؟ تعالى كده نشوف، وصاحب تمثال نهضة مصر. يبقى ايه بقى التمثال بتاعه؟ تمثال ايه؟ نهضة مصر. برافو عليك، يبقى محمود مختار فنان بارع في النحت، وصاحب تمثال نهضة مصر. طيب نشوف مع بعض السؤال التاني، بيقول لي أجب، ما لقب أم كلثوم؟ ها لقبت بإيه؟ قلت معنى لقب إيه؟ ها شطار، اسم مميز. طيب يبقى لقب أم كلثوم كان إيه؟ تعالى كده نشوف الفقرة بتاعتي، أم كلثوم هي أفضل مغنية في العصر الحديث ولقبها كوكب الشرق. يبقى ها ما لقب أم كلثوم؟ برافو عليكم، كوكب الشرق. طيب بعد كده السؤال التاني، ما أشهر أغنية وطنية لأم كلثوم؟ ها إيه بقى أشهر أغنية وطنية ليها؟ تعالى كده نقرأ، غنت أناشيد وطنية كثيرة ومن أغانيها مصر تتحدث عن نفسها. يبقى إيه أشهر أغنية وطنية لأم كلثوم؟ ها مصر تتحدث عن نفسها. برافو عليكم. طيب بعد كده، احنا النهاردة عندنا في الظواهر اللغوية حاجة جديدة اسمها ظرف الزمان. ظرف الزمان ده احنا فاكرين ان احنا خدنا اول امبارح، خدنا ايه؟ خدنا ظرف المكان، وقلت ان ظرف المكان ده اسم يبين مكان حدوث الفعل، يعني الفعل بتاعي بيكون موجود فين. تعالى نشوف كده، نفتكر ظرف المكان اللي عندي ايه هو. كان خدنا ايه؟ خدنا ستة، اللي هما خلف، امام، بين، جانب، فوق، داخل. هي ده ايه؟ ده ظرف المكان ايه اللي عندي، اللي احنا خدناه وقلنا ان هو اسم يبين مكان حدوث الفعل، يعني الحاجة دي بتحصل فين بالظبط. طيب النهاردة بقى هناخد ظرف الزمان. ظرف الزمان ده سهل جدا جدا جدا، مش صعب، سهل خالص، ما فيهوش اي حاجة. هو ايه بقى؟ يعني ايه ظرف الزمان ده؟ يعني اسم يبين زمان حدوث الفعل. يعني ايه؟ يعني بيقول لك امتى حصل الفعل ده، الفعل ده حصل ايه امتى بالظبط. هناخد أربعة، هناخد أربع ايه ظروف للزمان. اول واحد هو صباحا، ليلا، قبل، بعد. يبقى ايه ظرف الزمان اللي عندي؟ هو ايه؟ صباحا، ليلا، قبل، بعد. بنفهم بقى منهم ايه؟ بنفهم الحاجة دي حصلت امتى، يعني الفعل ده اتعمل امتى بالظبط، صباحا ولا ليلا ولا قبل ولا بعد. تعالى كده نشوف مع بعض الامثلة بتاعتي، بيقول لك ايه؟ اذهب الى الحديقة صباحا. برافو عليكم، صباحا ده هيبقى ايه؟ هو ده ظرف ايه؟ الزمان. طيب تعالى كده نعرف حاجة، انا لو شلت صباحا انت هتفهم هو راح امتى؟ تعرف زمان الفعل ده حصل امتى؟ هتعرف هو ذهب للحديقة امتى؟ لا طبعا مش هتعرف. يبقى انت من غير صباحا او من غير ظرف الزمان اللي هو صباحا ما كنتش هتعرف هو راح ايه امتى، يعني الوقت اللي هو كان فيه في الحديقة ده كان ايه، كان امتى. فتعالى كده نقرأ الجملة تاني، بيقولك اذهب الى الحديقة صباحا. يبقى صباحا ده اسمه ايه؟ ظرف زمان. برافو عليكم. تعال نشوف المثال التاني، أذهب إلى الحديقة ليلا. طيب دلوقتي أنا من غير ليلا دي كنت هعرف هو راح إمتى؟ ما كنتش هعرف. كنت هعرف الزمان اللي هو راح فيه الحديقة؟ ما كنتش هعرف. يبقى ليلا دي ظرف زمان، عرفتني إيه؟ عرفتني الزمان اللي حصل فيه الفعل ده، الوقت اللي حصل فيه الفعل ده كان إمتى؟ كان صباحا ولا ليلا ولا كان إمتى بالظبط؟ كان إيه؟ كان ليلا. يبقى الفرق ما بين الجملتين دول إيه؟ هنا
هو راح الحديقة في الاثنين، هو هنا بيقولك اذهبوا الى الحديقة وهنا بيقولك برضو اذهبوا الى الحديقة، لكن الفرق هنا ايه؟ ان هنا قال لي صباحا، عرفت الوقت اللي هو راح فيه كان ايه، كان امتى، كان صباحا. طيب هنا كان بيقولك ايه؟ ليلا، ليلا، عرفت الوقت اللي هو راح فيه اللي هو كان امتى، كان ليلا. طيب تعال نشوف بعد كده المثال التاني، بيقولك اغسل يدي قبل الاكل، اغسل يدي قبل الاكل. طيب تعالى كده نشوف، لو افترضنا ان قبل دي مش موجودة، اغسل يدي الاكل، كنت هفهم؟ ما كنتش هفهم حاجة. ايه اللي عرفني هو امتى بيغسل ايده؟ مين اللي عرفني؟ هو ظرف الزمان اللي هو مين؟ اللي هو قبل. عرفت من الجملة دي، او عرفت لما ظرف الزمان ده تحط عندي اللي هو قبل، عرفت ان هو كان بيغسل ايديه امتى؟ قبل الاكل. عرفت زمان حدوث الفعل، يعني عرفت هو امتى غسل ايديه، غسل ايديه قبل ايه؟ قبل الاكل. طيب تعال نشوف الجملة اللي بعد كده، بيقولك اغسل يدي بعد الاكل. طيب هنا بقى ايه؟ هنا ظرف الزمان اللي عندي هو بعد، مش ايه؟ مش قبل، هنا عندي بعد. عرفت هنا ايه؟ فهمت هنا ايه؟ فهمت ان هو غسل ايده امتى؟ قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا بعد الاكل. فعرفت امتى او زمان حدوث الفعل ده امتى؟ هو غسل ايديه امتى؟ كان قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا بعد الاكل. يعني من غير ظرف الزمان انا ما كنتش هفهم هو عمل الحاجة دي امتى. تمام؟ يبقى ظرف الزمان ده اسم بيعمل ايه؟ يبين زمان حدوث الفعل، بيعرفني الفعل بتاعي ده حصل ايه، حصل امتى بالظبط، حصل صباحا ولا ليلا ولا قبل ولا بعد. طبعا في ظروف تانية للزمان بس احنا مش هناخدها دلوقتي، اللي هناخده دلوقتي هما الاربعة دول اللي هما ايه، صباحا ليلا قبل بعد. تمام؟ طيب تعال نشوف هنا كده مع بعض، في سؤال هنا تحت بيقولك ايه، الكلمات الملونة تدل على ايه، على الزمان ولا المكان؟ تعال كده نقرأهم تاني ونركز مع بعض. احنا عرفنا هنا ظرف المكان اللي هو ايه، حاجة او اسم يبين ايه، مكان حدوث الفعل، يعني الفعل ده بيحصل امتى او بيحصل ايه، بيحصل فين، زي ايه، زي خلف، امام، بين، جانب، فوق، داخل. طيب وقلت ان ظرف الزمان ده اللي هو ايه، اسم يبين زمان حدوث الفعل، يعني الفعل بيحصل امتى، زي ايه، صباحا ليلا قبل بعد. يبقى عندي الكلمات الملونة اللي هي ايه، صباحا ليلا قبل بعد. هو الكلمات الملونة دي اللي هم الاربعة دول، دول بيدلوا على ايه؟ مين شاطر بقى يقول لي؟ ها، يدلوا على الزمان ولا ايه ولا المكان؟ برافو عليك، ويدل على ايه؟ على الزمان، شطور. طيب تعالوا نشوف بعد كده الاسئله. الاسئله عندي بيقولك ايه، اختر ظرف الزمان المناسب للجمل الاتيه. تعالى نقرا مع بعض الجمل ونشوف الاجابه بتاعتي. تظهر الشمس في السماء، ها، تظهر الشمس في السماء، صباحا ولا ليلا؟ احنا عارفين صباحا وليلا الاثنين دول ظرف ايه، ظرف زمان، الاثنين ظرف زمان، لكن احنا عايزين نشوف ايه اللي هيكون مناسب للجملة بتاعتي. دلوقتي الشمس هتظهر في السماء امتى، ها، هتكون امتى، صباحا ولا ليلا؟ ها، برافو عليك وشطار، تظهر الشمس في السماء صباحا، برافو عليك. طيب شوف السؤال بعد كده، اذهب الى الفصل نقط طابور الصباح، ها، قبل ولا بعد؟ طبعا قبل وبعد الاثنين احنا عارفين ان هما الاثنين هيكونوا ايه، ظرف زمان، لكن احنا بنختار اللي بيكون مناسب للجمله بتاعتي. يبقى اذهب الى الفصل، ها، هتكون ايه، قبل ولا بعد؟ شطار، بعد طابور الصباح. بعد كده اتناول طعام العشاء، ها، أتناول طعام العشاء هيكون امتى، صباحا ولا ليلا؟ طبعا برضو زي ما قلنا احنا عارفين ان صباحا وليلا الاثنين ظرف زمان، بس احنا بنختار المناسب للجملة بتاعتي. أتناول طعام العشاء هتكون امتى بقى، ها، طعام العشاء ده انا بتناوله امتى، صباحا ولا ليلا؟ ها، برافو عليك، وأتناول طعام العشاء ليلا، برافو عليك. بعد كده تحكي لي امي قصة نقط النوم، ها، قبل ولا بعد؟ طبعا هرجع اقول لكم تاني، خلاص بقى انتوا عارفين ان قبل وبعد الاثنين ظرف زمان، بس احنا هنختار المناسب للجمله بتاعتي. تحكي لي امي قصه، ها، برافو عليكم، قبل النوم، اكيد طبعا هتحكي لي ايه، القصه قبل النوم، مش هينفع تبقى ايه، بعد النوم. طيب يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه ظرف الزمان،
ونقول تاني ان ظرف الزمان ده اسم يبين زمان حدوث الفعل، يعني بيحصل الفعل ده امتى بالظبط، صباحا ولا ليلا ولا قبل ولا بعد. وقلنا ان الفرق ما بين ظرف الزمان وظرف المكان ان ظرف المكان ده بيكون بيبين ايه حدوث ايه، بيبين مكان حدوث الفعل، يعني مش الزمان مش الوقت، لا بيقول لي هو حصل فين الحاجة دي، الفعل ده حصل فين بالظبط، خلف ولا امام ولا بين ولا جانب ولا فوق ولا داخل. تمام؟ طيب تعالوا كده نراجع مع بعض تاني على الدرس بتاعي. اول حاجة عندي في اللغويات، نقول تاني لغويات مع بعض، معنى روائي كاتب قصص طويلة، معنى حائز حاصل، معنى جرانيت نوع من الصخور الصلبة، معنى رمز علامة او اشارة، معنى لقب اسم مميز، وجمع فنان فنانون، جمع تمثال تماثيل، جمع عصر عصور، جمع لقب ألقاب، مفرد أعمال عمل، مفرد روايات رواية، مفرد أناشيد نشيد، مضاد الحديث القديم، مضاد أفضل أسوأ، مضاد تتحدث تسكت. ونشوف معايا الأسئلة تاني. حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، من أشهر أعمال نجيب محفوظ الثلاثية، محمود مختار فنان بارع في النحت وصاحب تمثال نهضة مصر. ويجي لي سؤال بيقولك ما لقب أم كلثوم، لقبها إيه؟ كوكب الشرق، برافو عليكم. بعد كده ما أشهر أغنية وطنية لأم كلثوم، وهي أغنية مصر تتحدث عن نفسها. شكرا يا سنة تانية، يا رب تكونوا فهمتوا الدرس بتاعنا. الدرس بتاعنا سهل جدا ومفهوش اي حاجة، وطبعا لو عندكم اي مشكلة في اي حاجة تقدروا تكلمونا وتسألونا على اللي انتوا عايزينه.